بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. بداية تحية خاص للأخ الصديق وصاحب السمو الشيخ جمعة بن جمعة المكتوم. نرحب فيك في بلدك الثاني مصر القاهرة. وبرحب أيضا بممثل سفارة الإمارات الأخ علي الشبيلي موجود معانا النهارده. برحب بحضرتك. نرحب بالفنان هاني رمزي معانا في بوابة أخبار اليوم. أهلا بك يا فندم. عايزينك تكلمنا النهارده من خلال مشاركتك في المزاد الخيري لجمعية راشد لذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة هو يعني هو مركز عظيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد وبيرعى فيه ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ومتحدي الإعاقة. أنا بقول إن النهاردة يوم الكل اتجمع فيه للخير، لازم كلنا نشارك. اللي مش هيقدر يشارك بفعل ممكن يشارك بتبرع، اللي مش هيقدر يشارك بتبرع بفلوس يقدر يشارك حتى بالسؤال أو بالتدريب أو بامكانياته، سواء ممكن يعطي ايه. يعني في مثلا عندنا النقابات الفنيه هتتبنى المواهب اللي ما بينهم، وانا شخصيا عندي عمل هيشارك فيه ناس من متحدي الاعاقه وعندهم اعاقه ذهنيه، لكن الحق يتقال مشاركة حقيقية، بنلقي الضوء عليهم، بنقول ان احنا لازم نعمل ده، واعتقد ان ده ممكن يتم بشكل كبير جدا. والله المشاركة دي انا يعني من جوايا اقول كلمتين اتنين بس، ان هي دي اقل حاجة انا اقدر اقدمها لدولة الامارات الشقيقة، وهي طبعا سباقة بالخير، واظن لما تيجي تقول دعوة زي دي ما اعتقدش ان حد يقدر يتأخر. يعني بما انها كمان من اوائل الدول اللي وقفت معانا ووقفت يعني في ظهرنا، فدي اقل حاجة لو قالوا ايه احنا هنروح لها في كل حتة. نرحب بالاعلامية والدكتورة بروين حبيب معانا بوابة أخبار اليوم. أهلا بيكي، وطبعا أهلا بأهل مصر. عايزينك النهاردة تكلمينا من خلال مشاركتك في مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة. قبل أسبوعين تقريبا كنت أقدم هذا الحفل اللي هو عشرينية مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا علاقتي بمركز راشد علاقتي بدبي، علاقة تمتد إلى أكثر من 14 سنة أو 15 سنة تقريبا بالسيدة مريم عثمان، وقد واكبت يعني تجربة هذه السيدة التي أخذت بيد هذا المركز المشروع، حقيقة المشروع الإنساني. يعني إحنا نقول قوة هذا المركز ليس في ضعف المعوقين أو المعاقين اللي اختلفوا عليه اللغويون، نقطة قوة مريم في مشروعها مع هؤلاء بأنهم من جنسيات مختلفة، جنسيات ممكن نقول تمثل المزيك الموجود بدبي اليوم. جمعية النور والأمل من أقدم الجمعيات، تأسست سنة 1954 كأول مركز في الشرق الأوسط لرعاية وتعليم وتأهيل واندماج في المجتمع للفتاة والمرأة الكفيفة. سنة 61 رئيسة الجمعية مدام استقلال راضي والدكتورة سمحة الخولي اللي كانت وصلت من انجلترا ببي اتش دي في الموسيقى أسسوا معهد موسيقى جمعية النور والأمل. الإمارات دولة شقيقة وواقفة جنبنا بقى لها فترة طويلة، يعني يمكن الفترة اللي فاتت مجهودها باين جدا في المجتمع المصري يعني، وإن شاء الله بإذن الله يعني مصر برضو كبيرة ومصر ياما وقفت جنب كل الناس، فعلاقة الأخوة دي وعلاقة الاحترام المتبادل بيننا بإذن الله ربنا يديمها، وبإذن الله أشوف مصر كده زي دبي دلوقتي إن شاء الله.